عبدو ماخذها عبد الله عبدو بيلعبها جهه اليمين فريق رفاع انس بيحاول يلعبها وتسديده بعيده عشوائيه من مسافه بعيده تعتل العارضه وركله مرمى لصالح فريق ستره. هذا المدرب الروماني فولورين متروك صالح فريق ستره. لعبت خاطئه توصل لفريق رفاع غير بلهم ادواردو هجمه رفاعيه بيخطفها بيحاول يلعبها الى علاوي وجاد الشمال حط الجول الله على المرمى واحد اول محاوله رفاعيه في الدقيقه السابعه. شوف الاعاده شوف نص الملعب عبد الله عبدو انس حجيه يلعبها لعلي عيسى سيد علي عيسى كره معاه وهجمه رفاعيه بيلعبها دغدغ 18 ارده حط الجول جول الله حلوه في الدقيقه العاشره. شوف الاعاده لما علاها وصلت الى انس حجيه انس جمال حجيه الاردني بعدها على طول حارس مرمى حمد الدوسري. تعادل بدون اهداف 14 دقيقه مضى من زمن شوط المباراه الاول. كره لعبت امامي لعبد الله عبدو وهجمه رفاعيه جات بيتقدم عبد الله عبدو بيلعبها ارضيه وبيفوتها حط الجول جول جول رفاعي كره توصل لي ميلادين الصربي في الدقيقه 14 في الدقيقة 14 بيحصلها ميلادين وبيسجل أول أهداف المباراة أول أهداف المباراة لفريق الرفاع. كرة وصلت لميلادين الصربي داخل خط 18 يارد ولعبها في مرمى أحمد مشيمة حارس مرمى فريق سترة. واحد لا شيء كرة حلوة بذل فيها مجهود الحقيقة عبد الله عبدو جهة اليمين لعبها داخل خط 18 شوف عبد الله عبدو وصلت لي يفوتها ايضا بيلعبها على طول على يمين حارس المرمى احمد مشيمع مسجل اول اهداف في المباراه لفريق الرفاع. ميلادين الصربي ايضا الى محمد خليفه. محمد خليفه بيلعبها للامام الى عبد الله عبدو. عبد الله عبدو لاعب نشيط في خط النص مع فريق الرفاع بيلعبها الشمال ادواردو وادواردو ايضا لاعب سريع بيلعبها ادواردو يبعدها المدافع الى خارج ارضيته. احمد مشيمع على التنفيذ ركله ركنيه شوط المباراه الاول والنتيجه هدف لفريق الرفاع ستره لا شيء. كره لعبت خطره يبعد حارس ما حط الجول حط الجول جول جول هدف رفاعي هدف رفاعي ادواردو كره معاه رفاعيه بيلعب في الجول في الجول الله في الدقيقه 24 في الدقيقة 24 شوف لعبها شكرا لنبيل المباراة داود سعد لاعب منتخبنا الوطني. عبد الله عبدو عبد الله كرة مع عبدو الحسين سلمان برد لداود اللي مجنح جهة اليمين داود سعد بيتقدم كرة مع ظهير يمين فريق رفع داود بحصلها داود داود بيتقدم خطرة هذه لعبها توصل لي حسين سلمان حسين سلمان وادي المرمى بيحاول يلعبها تمريره في راي مرفوعه في راي مرفوعه هو المتصدر في رصيده الى 8 نقاط ولكن صداره مؤقته بانتظار نتيجه المحرك ايضا مع الستين. كره لعبت ياخذ 18 تحت راس الله المحترف شوف الاعاده شوف الاعاده شوف الاعاده اخطر فرصه في المباراه والمدرب شايف انا مدرب فولورين متروك بيكلم حمد راكع العنزي وايضا مميز مع فريق الرفاع مع منتخبنا الوطني حسين سلمان بيلعبها مكان خطر حط براسه خارج ارضيه ملعب لعبها محمد شوف الاعاده حسين لما علها حمد دعيج حطها براسه حطها في مكان سليم نص الملعب في بعض اللاعبين لما توصل الكره يقمضوا كره توصل جهه اليمين هجمه رفاعيه حط الجول الله في الدقيقه 34 يلعبها الى خارج ارضيه الملعب قريبة من الغاية من الأيمن محمد عيد ناقل لي إدواردو جهة اليمين إدواردو برد لمحمد عيد محمد عيد بيلعبها للأمام حطها بالجول جول 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 الله الله يا حارس المرمى شوف لي عادة شوف لي عادة شوف 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 فرصة مثل هذه حرام تضيع من أمام عبد الله عبدو في الدقيقة 37 في الدقيقة 37 انفراد هو وحارس المرمى كرة لعبت لعبد الله عبدو حط جول الله 37 انفراد هو وحارس المرمى كرة لعبت لعبد الله عبدو حط جول الله لما تضيع
تؤثر على مجموعة اللاعبين اللي معاك. كرة توصل لحسين سلمان، لاعبها إلى حاجية، بيلعبها إلى العنزي. حسين سلمان علاوي بيحاول يحصلها، بيلمها كرة معاه، حاجية بيحصلها، بيلعبها أرضية. فريق الرفاع ميلادين الصربي يلعبها، جت من إدواردو، فرصة بينطلق إدواردو، إدواردو جول الله، أيضا عبد الله عبدو، أيضا عبد الله عبدو ضاعت فرصة من أمامه، لعبها جت من إدواردو، فرصة بينطلق إدواردو، إدواردو جول الله، أيضا عبد الله عبدو، أيضا عبد الله عبدو ضاعت فرصة من أمامه، أيضا عبد الله عبدو ضاعت فرصة من أمامه في الدقيقة 38، ثلاث فرص ورا بعض في الدقيقة 38، في الدقيقة 36 فرصتين، وهجمة رفاعية، ما لها إلا الخبير سلمان عيسى، الخبير حسين سلمان، الخبير حسين سلمان، حارس المرمى أحمد مشيمع مسجل ثاني، شوف لي عادة، شوف لي عادة، شوف لي عادة لعبها على شمال حارس المرمى. حسين سلمان لاعب مميز بخط النص، أفضل لاعب الدوري، أفضل لاعب بخط النص هو حسين سلمان، أفضل وأخطر، هو الأخطر السماوي. عبد الله عبدو، ميلادين بيتقدم كرة معه بيشوت، حارس المرمى حصلها، حارس المرمى رقم 11، شوف ميلادين لعبه وحارس المرمى بصدق. جات لبين داود سعد، داود بيلعبها، داخل 18 دو مقطوعة إلى محمد عيسى، جات شمال إلى أنس حجية، أنس كرة معه بيلعبها لمحمد خليفة، محمد بيلعبها حلوة بينزلها داخل، جت خط 18، جت لاعب أحمد شيمع بيلعبها للأمام عالية رأسية ومقطوعة، كرة جت يمين أنس حجية، يا سلام عبد الله عبدو، وصل للعصفور، كرة معاهم جنح العصفور يد الشمال إلى أحمد محمد، دقيقتين وقت بدل ضايع، شايف لوحة إلكترونية مع الحكم رابع احتياطي عباس عبد الله، دقيقتين وقت بدل ضايع، وهجمة ستراوية وفي مكان خطر يعدي، وفي مكان خطر وصفارة بيصفر حكم محمد عيسى، حارس المرمى يصدها بيتابعها، جول جول جول، بيصدها حارس المرمى بيتابعها ايضا، وهدف سدره من ركله جزاء، شوف صدها الدوسري وتابعها ايضا محمد عيسى ولعبها في المرمى، ركله حره مباشره لصالح فريق ستره، بيلعبها على حبيل جهه اليمين، محمد حبيل على حبيل جات لمين، هجمة لفريق سترة، بيلعب ضغط 18 ده خطرة، حط الجول الله، في الدقيقة 12، شوف 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 كرة حصلها والمرمى فاضي، لعبها ادواردو اعتمد اليمين للشمال، ادواردو لاعب سريع، لعب عبد الله عبدو، هجمة رفاعية سريعة، عبد الله عبدو بينزلها حلوة، ضغط 18 ده حط الجول، حط الجول الله، حمل الدوسري، الدوسري بيلعبها إلى داوود سعد، داود سعد كرة مع داود، يا سلام يا سلام، كرة فنية عالية وبيتابعها عبد الله مبارك، وهجمة رفاعية، عبد الله بيلعبها الله، ركلة ركنية لعبت خطرة، حط الجول خطرة، هذه توصل مقطوعة، فريق الرفاع يحتاج لقلب هجوم يتحرك ويكون طبعا مشاغب، وشايف هذا اللاعب حط الجول، جول جول جول، توصل السيد علي عيسى، السيد علي عيسى في الدقيقة 28 أول أهدافه مع فريق الرفاع بهذا الموسم الجديد، في الدقيقة 28 بيسجل الهدف الثالث لفريق الرفاع، طبعا مشاغب، وشايف هذا اللاعب حط الجول، جول جول جول، توصل السيد علي عيسى، شوف الرابطه الرفاعيه، هاي الاسمراني ايضا كان لاعب سابق مع فريق الرفاع،
رقصة حلوة و... سعيد طبعا بالهدف الثالث الرفاعي 3-1 عبد السيد علي عيسى. انا شفت انا طبعا معاه اصابه وتم استبداله عبد الله مبارك حط الجول. الله حلوه عبد الله مبارك واهلا بالحظ. هذا المدرب فولورين متروك الروماني عبد الله عبده ماخذها يلعبها الى حسين سلمان. حسين سلمان بيتقدم فاتح له جات يمين داوود بيعطيها داوود فعلا لعب له داوود خطره داوود الله فاتح له جات يمين داوود بيعطيها داوود فعلا لعب له داوود خطره داوود الله ركله ركنيه لعبه تخدمتها عشارده حسان جميل جميل بيلعب الى كوميل كوميل حلوه لميلادين الله